رصيدك جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر ومنيات. شاي فخار محمد اليابسي ماخذه الله من الزين في الطعم والسناع في راعيه عسى الله يتمي به ان شاء الله. قول ها يجيب لي شاي الان هذا بارد عز الله بيجيب توقع انه بيجيب والله يجيب لي يجيب محمد اليابسي والله يجيب عندنا بعد ترى متسابقين هو يبغى يكسب الان ها يعني الحين شيخ القريه ابشركم من خذ 51 يوم ما لا شفنا لا قهوه ولا شاي ولا ماء ولا حلا لا للضيوف ولا المقدمين بلاك كوفي ما في بلاك ما في نبي كوفي يا اخي نبي كوفي ابو عبد الله نبي كوفي بدينا قهوه خضراء بالله من جدك ها صدق يا عندنا موعد اقسم بالله تحفه صدق صدق شنو ها له ساعه يقول ترى بدينا لا تسوي هو يكلمك وانت تتكلم ما ادري ايش تقولون اي هو يسولف انا اقول اسئله اقول بدينا يقول لي بدينا احنا ما ندري احنا على الهواء احنا على الهواء صدق يعني هو عارف الكبرى ان طالعين على الهواء صباح الخير محمد يا هلا والله يا هلا ومرحبا هلا جام شو اخبارك طيب طال عمرك يا جعل عافيه كيف الحال يا هلا ابو فهد ابو دخيل الله حياك استاذ فهد معيان يوم مبارك طال عمرك اللي نشوفكم فيه يا هلا صباح الخير علي صباح الخير عليك وعلى الساده المشاهدين يوم سعيد صدقني ابو يابسي يجيب لك اياه لان اول يوم طلبت بتبخير الاستديو قبل اربع ايام هو من جاب العود وبيض طيب بيض الله وجهك وجه سباق لكل علم طيب صباح الخير فهد حياك الله يا ابو فهد صباح الخير فهد صبحت بالنور مرحبا مساء احمد الصوره جاهزه طيب قبل ما نطلع بالصورة فريق السوشيال ميديا مصلع مهما تكلمنا ومهما قلنا أعتقد ما عاد يوجد طب يعالج هذا الخلل عرض لنا الصورة اللي موجودة عندك أحمد بشكل سريع الله يعطيك العافية شفت حلو أيوة عليك يلا تلاقى طوف شوف محمد اليابسي فريق الميديا كاتب دحام الضحك ونازل مقطع في اليوتيوب اسم نواف بس واحد كذا اسمه نواف مين نواف الله أعلم يمكننا زي فهد اللي كتب في الورقة حقت أبو فمين فريق الميديا كل يوم نتكلم كل يوم نلحن كل يوم نغرد باقي ندشن شيلت أين فريق الميديا متى بيطيب أنا قدمت اقتراح قول أنه يتم نخل وإحلال فريق الميديا إيه؟ وإبدالهم الله سبحانه وتعالى إذا خلق عباد ما يصلحون أبدلهم إيه؟ سبحانه. إذا خلق الله سبحانه قال إذا لا تستغفروا تذنبوا فتستغفروا يخلق غيركم يذنبون فيستغفرون لذلك أرى نحن أنه من شروط التوظيف في الميديا المتابعة لا بد يكون إنسان متابع لأن واضح في فريق الميديا عندنا ما يتابع أتمنى تبديلهم يعني مو منطقي أنت اليوم إحنا اليوم 10,000 ما تعرفون أسماء المتسابقين مو منطقي والله المفترض أنك تعرف أسماء العمال بعد أنت كفريق ميديا ليش؟ إذا كنت تنتقطي في أسماء المتسابقين على أي أساس تحدد التوب فايف؟ المشكلة إنك تخطب واحد صح ولا لا؟ لو تخطب واحد يشبه له من طقة من نفس الطول نفس الطول والله نادر بندر إيه لكن تجي مع دحام أطول منه تقول مثلا فارع مو بنفس الشكل أو الطقم أنا أشكك نواف لما حطه في اليوتيوب بس حتى ما تصار فيهم حيل يكتب لك اسم العائلة نواف السند نواف يعني بعد يومين نواف لا هو يبغى يخليك وش تقول نقطة بس عشان لما تبحث اليوتيوب نواف العابد يطلع لك نواف تمياط يطلع لك عشان خوارزميات اليوتيوب اللي الله يحرمنا منها هذا الذكاء انهم راحوا من الخوارزميات والله العظيم صدقني ما ابغى احلف انا اعتقد انا الان اشكك كنا نشكك في مسألة التوب فايف وكان يقال انهم يتابعون وانهم الان كيف يتابعوا يخطي فيه اسم متسابق يعني معروف بعدين دحام له كم يوم على الشاشة من ماراثون له يمكن 77 ألف سنة 70 ألف يوم إيه بعد اليوم يقدم على 70 ألف برنامج خلاص خلاص معروف وحافظين خلاص يكفي طيب محمد فريق الميديا حتى في التوب فايف كان في يومين ما نزلها هذه كان فيها ظلم وإجحاف في حق المتسابق نواف السند لأنه في حال تواجد في التوب فايف أخذ الهاتريك وأخذ المبلغ الرصيدي الحل يا محمد لأن خلاص يعني اطفحت سبودنا من كثر ما نعيد ونزيد يا فريق الميديا صح صح الله يرحم لي والديكم المتسابقين يا تغير فريق الميديا كامل تضع عليهم عقوبات ولا غرامات ولا الخطأ يتحمل مسؤولية الخطأ المعني في الخطأ يصرحون باسمه يقولون فلان والله أخطأ باليوم فلاني الساعة فلانية دقيقة فلانية عشان تعرف من تحاشى زي الفاصل اللي يعني مثلا
هذه الصوره القصوى دحام ضحك ما في مشكله. الخطا هذا انا ما عندي مشكله اذا الخطا وقع يوم 13 حلو. بس يوم 51 الحين نص المنافسه والتوب 5 يوم 47 48 49 ما نزلت انظر المقطع اللي نزل نواف 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 على نفس المقطع هذا بس الاسم ثاني هذه يعني لازم الشخص المعني اللي نزل المقاطع هذه كلهم ترصد اسمائهم ويتحاسبون عليها. جميل. ايضا الفارعي اللي تكون معنا في الكوفيشن روم بشكل سريع وجمهورنا العزيز المتسابقين اللي يطلعوا برايم يا ليت يكونون معنا متواجدين في هذه الحلقة على المتابعة لأن في أمر يخص جميع المتسابقين اللي غادروا البرنامج أو حتى المتسابقين اللي موجودين معنا في المنافسة. أيضا الفارع موجود في الهاوس متوجه للكوفيشن روم أو لا؟ تمام. فيما يجي أيضا الفارع شغل لي المقطع الخاص بكأس المتسابقين في فقرة لما اليوم الجمعة ونرجع لكم من جديد بعد هذا المقطع. يا جماعة عشان نوري الناس إذا كنتم في البر وإذا رحتوا إلى كشتة أو شيء أنا والوالد أمي الله يرحمها ومعنا الله يغفر لها ويرحمها بعض عماتي الزبدة مالك بالطويلة كشتنا استنسنا انبسطنا كفت الوالد روح عز الله روح الرجال ما شوف شيء ولا أقسم بالله رجعنا لكم بعد المقطع اللي عرضناه وكان واضح استياء الشباب من الفقرة وكأنهم يقولون متى تمشي يا محمد عباس بس وروح نكمل نومتنا. ايش رايك فهد؟ محمد عباس الله سبحانه وتعالى خلقه بستة حناجر ما شاء الله الانسان مع حنجرة واحدة محمد عباس ما شاء الله مع ستة حناجر يغني ويسولف ويغرد ويسحب فجأة سوى مسابقة سحب ما من عام 2010 ومحمد عباس يسوي مسابقات فجأة يتصل على هالي تدري ايش الموت الحمر اذا جاك باللوح الفليل حقه اللي فيه ظروف تعرف علي من زمان هو معه هذا اللوح الفليل حقه اللي محمله في الباجيرو فهمت إيه الباجيرو حقه ما ينزل عرفت هو حاط اللوح هذا الفليل في كرت العائله ما ينزل لوح الفليل ساره إيه؟ اللوح هذا انا انسان يقفل البث عندي الساعه 3 الفجر صلي الفجر وانا اقوم الساعه 11 سلام عرفت ولا لا؟ صلي الجمعة إنسان الطبيعي يرجع يتغدى يريح يسكت يرجع يسكت يصحصح أيوه بس يسكت لو تجيب محمد عباس عندي في البيت بعد صلاة الجمعة ضربتك أنت فيها حرام عليك بالأمس والله الله ضربكم ليش؟ لأنه يصيح صياح إنا لله وإنا إليه راجعون أكيد بطفش يا أخي طب ليش تشرح على المتسابقين؟ الرجل يسولف يا اخي احنا كنا متسابقين مع محمد عباس عرفت متسابقين مش مقدم احنا كلنا متسابقين انا وعلي وهو كلنا ايش متسابقين يخلينا نحضر مسابقات غصب ونسمع سوالف غصب ما تقدر تسكت ويغني غصب وابن امك سكت يفتح السالفه ثم يناقض نفسه في اخر السالفه ثم يرجع يبرر لنفس السالفه ثم يفتح مسابقه لنفس السالفه ثم يذكر تعريف وعلل ولماذا وكيف ما في نفس السالفه موال وموال في السالفة أنا رحت المسابقين دايخين فجي عباس محمد عباس خلاص عباس عطهم فرصة يعني حتى ذاك شطبت المسابقين قلت كيف لمة الجمعة قال يا حبيبي ما يترك لنا مجال الرجل لياقة عنده مرتفعة الرجل بسم الله عليك كنا هذه صوعان احنا يلا نلحقه ما نقدر الرجل عنده رياكي مرة عالي عنده 70 رئة هو يقول كم عنده حنجرة ست هو عنده حنجرة واحدة بس ثمانية سلندر بسم الله عليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله الإنسان الطبيعي نص سلندر يعني ربع سلندر أي طبيعي والله إحنا نخلص حلقة نروح نشرب زنجبيل يانسو عشان الأحبال الصوتية بكرة وما عنده مشكلة يخلص يطلع أنت تسولف نص ساعة عرفت في بث إيش دوقك تتعب ويجيك شد محمد عباس يسولف من البارح محمد تابع الحلقة حقت لمة الجمعة يا أخي شوف لمة الجمعة صلاة الجمعة مو وقت والله وقت التنفس أكسجين طالع عمرك وطالع سيدة بس 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 أنت لو ملاحظ بالفيديو حتى هو ما له خلق قاعد والله العظيم بس هو ما شاء الله عليه ثمان سنتر ما شاء الله تتابع الفقرة ولا ما تتابعها؟ والله راقد بعد صلاة الجمعة راقد طب تتوقع بيسوي فيها شيء جديد؟ ولا اتوقع انه بيكمل عليها ما شاء الله عليه كل فعاليات حطها بفعاليه واحده كل فعاليات البرنامج اختصر لك لمة الجمعه
الله يعطي الصحة والعافية وما يتابع. طب مقترحاتكم شباب ونعاون زميلنا. مقترحاتنا اقتراح واحد اللي يعطهم فرصة. أعط مجال. والله كنت أتوقع إنه كلام اليوم ما يعطي المتسابقين فرصة في الكمشرون، بالعكس طلعنا إحنا لطفاء، إحنا غيمة جنبه أبو عباس ما يعطيهم فرصة في البث. يا أخي أنا شغل لهم تايمر يسولفون. أعوذ بالله بحق. إحنا سكت المتسابق بالتفيد الصوت نطر دمكم بالشروط. وسكت على الحقيقة. محمد عباس ما يخلي المتسابق أصلا يتنفس. لأن اختار الوقت اللي المتسابق ما يبغى يتكلم فيه. هو جاء والمتسابق دايه. يلبس النظارات التمثيل. هو جاي شايل الليلة. هو جاي شايل الليلة. الحزة أقول لك مو حزة كلام يعني بعد صلاة الجمعة الواحد أبي. ثاني شيء أنت للسبت للسبت هم مطبخ خمسة يقيمون هذا اليوم الوحيد اللي يسكتون فيه. ما يشقعد حد نشيط بعد صلاة الجمعة إلا أبوي الله يطول عمره لأنه يصحى من الساعة 8 في المسجد من الساعة 8 فهو مصحصح يعني خلاص. ما في ظني إلا الشيبان أبانا مصحصحين لأنه صاحي من 9 ورايح. احنا هذا مسكين الله يقوم الساعه 11 سكوب محمد عباس يقوم الساعه 11 تبغى يسولف معك يسوي معك فعاليات يصب لك قهوه جاي ماسكهم في الشمس حر يا اخوان يوم الجمعه الخيمه والله حر الخيمه حر قبل جمعتين في الخيمه حر والخيمه فيها دبان في الخيمه شو مسوي عشان اعلمكم كثر ما هو يعني عايش بروتوكول ومتغطس على المتسابقين جالس في النص جالس في الزوايا كل واحد في زاويه كذا كل اربعه في زاويه وهو جالس في النص وجنبه في اللين يساره في اللين يستقبل اتصالات خلني اخذ عايض عايض الدور ابو عباس باقي الاثنين سيد القاضي كذا مع ريش يفول على راسه يتابع مسلسل عمره ولا ما يعطيك العافيه عايض ابطيته علينا يا عايض يبيك مبطه من جاء وما يبطي السله من كبره عايض انت الاعلى رصيد ارفع الصوت يا ابو موسى ارفع الصوت الان سامعني الان ارفع الصوت عند عايض صوت واضح الصوت واضح الحين عندك عايض الصوت واضح الو الصوت انت ما عاد تشوف خفيف 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 اشوى يعني تشوف تسمع الحين يقولون لنا سامعينه هذا كان ينصقه هلا ابو موسى الحين اي سامعني الحين انت الحين سامعني صح يا طيب. مرحبا انت الاعلى رصيد في القريه صحيح اي نعم اليوم حصلت على البطاقه الذهبيه الله الله عطني السالفه وش اللي صار في الفقره الله يحييك يا ابو موسى يا هلا والله الفقره زي كل يوم ايوه وطلعنا رقم لهي ايوه وزع البطاقات برونزيه والفضيه والذهبيه وقالنا قبلها فيه اتصالات من الجمهور من يستحق او من ما يستحق هذه وش رايك انت جمهور دق والله شوف صل على رسول الله اللهم صل وسلم عليه اما بالنسبه لي انا ايه فابو همين يستاهل كل علم طيب لا هو ولا اخوينا كله تمام عرفت إيه؟ ولكن انا وجهه نظري انا اشوف انها غير عادله مره وليش غير عادله انا على رصيد صحيح والايام الماضيه كلها على رتم واحد وعلى سيستم واحد صحيح هذا واليوم اختلف اختلف وليش تتوقع اختلف وش اللي يبحث عنه ركان هل لانك انت اخذت الرصيد الاعلى قرر ركان انه يدخل آلية جديدة باتصالات الجمهور؟ ما اتوقع هذه لكن ربما ان حبوا بس يغيرون ولكن جاء التغيير غير محله. طيب حقيقة يعني انا من هذا المنبر في مطالبة بس بعد ما اخذ مداخلاتكم فهد لا زال تخبط في فقرة ركان وفي اعداد هذه الفقرة تخيل ان انت حق لك انك اذا صرت الاعلى رصيد تاخذ الذهبي لكني اجي واصفكم بعدين اخلي الناس تقول تخير فيكم شيء غريب خلي البرنامج اتصال الجمهور كان له هي غير مناسب يا اخوان للفقره الفقره هذه ما تناسب راك شو حطه طيب هو يا اخي ما تناسب جربنا مسابقات ما سوينا جربنا وين حط اطرد وين حط ما خلي يروح حطه في بيته السوشيال ميديا لا حطه في لا لا نعطيه سابق قناه الله يخليك لي حطه في بيته وش يسوي به حطه في بيته بس في بيته يتنفس بس والله ليش لان الان انت في نصف البرنامج ممتاز إذا كنت ماشي على سياسة واحدة فجأة تغيرها، إيش مقياس التغيير هذا؟ على أي أساس تغيرت؟ كيف غيرتها؟ الفكرة من البطاقات الثلاث الأولى اللي هي الذهبية والفضية والبرونزية إنها تكون بطاقات تميز للأعلى أرصده صحيح صح ولا لا؟ ما هي بذي كروت الحظ اللي سويتها في أول فقرة هي بطاقة تمنح لصاحب أعلى رصيد في الأسبوع بناءً على إيش؟ غيرتها وحطيتها اتصالات على ايش؟ يعني ممكن ياخذها واحد رصيده 500 ريال صحيح الان ما اصبح فيها تميز صحيح. انتفت عن عاصفه انها بطاقه تميز صارت مسابقه يوم طاقه حظ صارت طاقه حظ طاقه حظ صح ولا لا؟ صحيح إيه على اي اساس تعطى مميزات طيب؟ طيب علي وش رايك؟ مثلها مثل مثلا تسوي برايم بدل ما يطلع متسابق تطلع المقدم كانها نودع زياد الشهري خلي المتسابقين سته
شلون برايم؟ هذا مو برايم، هذا استهبال. يعني سؤال، انت تشوف راكان يستهبل في الفقره؟ لا هو واضح انه ما له خلق. ما له خلق يوم واحد خلق في الاسبوع، هو ما له خلق. هو يوم اليوم 51 بعد 70% من البرنامج توي افتح ايداع، بعد 70% من البرنامج اليوم 51 يقول ايداع ولا سوى دخولي. إذن أين الدخولية التي كان يعدنا بها راكان بلاك؟ هذا أول شيء، هذا أول شيء. ثاني شيء، تغيير الآلية بناء على إيش؟ أذكرنا سبب. يعني ودي المتسابقين كانوا يعني شجاعتهم قوية وعايض، مثلا اعترض لماذا وضعت اتصال بناء على إيش؟ مو الأعلى رصيد عشان نسمع الجواب. ليه ما اعترضت تعال؟ كلمني يا أبو محمد. إيه ليش ما اعترضت؟ صل على رسول الله. الله وسلم عليه. هي تغيير الفقرة، عرفت؟ إيه. و يعني حتى لو اعترضت هي قائمه قائمه يا سيدي الفاضل. احيانا هل ممكن يا ابو محمد انها تلغى باعتراض؟ اصل عني احيانا انا لازم ابدي رفضي صح، حتى لو ما رجع ما اسكت، لازم يكون عندي راي وعندي مبدا. ليش ما اعترضت؟ احسنت. طيب الان انا في الكوفي شوم عنده، عرفت؟ اعترض عنده. صل على رسول الله. الان هذه المنصه الرسميه، عرفت اللي في البرنامج؟ البرنامج كله رسمي، كل وقت لك. صل على رسول الله. بقول لك كل وقت في البرنامج لك رسمي. ممكن المحور لو اني انا ما جبته كان راح زي غيره من المحاور، لكن البرنامج كله رسمي كل الوقت، متاح لك انك تعترض. تفضل. طيب صل على رسول الله. اللهم صل وسلم. انا سبق وقلت عرفت انها اليه غير عادله، يعني عادله. عرفت؟ لان انت عندك رصيد عالي. عرفت؟ والمتسابقين كلهم يعني كنا مكملين لبعضنا، ولكن في متسابقين اخذوها قبل، انا من حقي اخذها الاسبوع ده. صحيح. طيب ابى اسمع من محمد. المتسابقين لا زال يصر انه لما يجي يقول رايه يقول ترى يعني زي اخوياي لا تزعلون ولا تتضايقون. عايض يقول كلهم على عيني وعلى راسي، وابو فمين على عيني وعلى راسي، ما يحتاج انه يقدم له كل هذه الاعتراضات لان هذا حق العايض. هو صرح فيها، صرح. انا اشوف انها غلط، بالعكس انا اشوف ان المكان الصحيح انه يعترض فيه كوفي شروب، غرفه الاعتراف، مش بالفقره الرئيسيه. لو ما جاء المحور هو يدخل المحور. طيب. يدخل الكوفي شروب يطلب مداخله، وانت بيض الله وجهك وضعت النقط على الحروف. وراكان على اجتهاد وجاب العيد. طول البرنامج لو انها اسبوعيه متغيره بنعين لك عذر، لكن طول البرنامج جاي يوم 51 تغيرها. كلش تبي تستحدث اليه، تبي الجمهور يتصل، ضيف كرت ثاني، ضيف كرة مميزة ثانية، خل كرتين، بدال توزع كرت واحد، كرت على رصيد وكرت الحظ. عنده كرة الحظ اللي بالرقم، صحيح، اللي فيها القرعة. لا بيوزع كروت ذهبية باتصالات اختيارات الجمهور، أعلى نصيبة من الجمهور، أعلى رصيد في الغالب. جميل والله. أنا ضم صوتي لصوتك عايض، أشوف أنك أنت الطالب، وأشوف أنك أنت تجلس مع الإدارة، وأشوف أنه حق من حقوقك لازم تعوض على هذا الشيء. قول فهد. بجيك على سبق يعني انا ما اتذكر على حد علمي انه سبق لهذا البرنامج المتسابق انه دخل اعترض على شيء معين. يا جماعه الخير حقي ضاع، اذا ما جبنا احنا المحور ما يعترض. اعطيك من الضياع، والله العظيم اعطيك من الضياع، وصدقني ما يدري عنه متسابق ثاني. الطبيعي اسمح لي، طبيعي انت مسكت عن حقك الركان ملحي، وانا اتذكر فيك انت راضي. ايوه اعطيك من الضياع. قول علي اليوم فقط ابراهيم معيدي. ايه عبد الله الزهراني كم اخذ بالكبينه؟ كم؟ صفر مكعب، صح ولا لا يا عايض؟ نعم. تدري الاسبوع هذا مكلم دحام على الهواء، ومكلم تركي مشبب على الهواء، مكلم تركي يمكن قرابه 8 دقائق، يعني قرابه 450 ريال او 400، ومكلم دحام قرابه يعني ما يعادل 600، يعني بيطلع اقل شيء ب 1000 ريال. وين راح هذيك كلها؟ ليش صفر مكعب؟ ليش صفر مكعب؟ اضف على ذلك ان المتسابقين ياخذون جوالاتهم. وينك عبد الله الزهراني؟ عبد الله الزهراني وينك فلوسك؟ ايضا المتسابقين ترى ياخذون جوالاتهم بارصده. يا سلام، في ارصده، واحنا قلنا لك ايش الهواء، ايش فائده ام الماكينه اذا كان المتسابق بياخذ جواله؟ ما في فائده. المشكله ان حتى الارصده بتروح على الماكينه. اللي انا اعرفه ان المفترض ان المتسابق سواء اخذ جواله هنا او اخذ الكبيره هتضاف لصاحب الكبير، تضاف لصاحب الكبير دايركت. كيف صار له صفر؟ كيف علمنا؟ هل 7 ايام ما حتكلم؟ اين الاعداد؟ الاعداد الضايع. احد الايام انا طالع ابراهيم فمين يكلم في غرفة خالد. أبو موسى 20 دقيقة أمس سالفة الشاشة والاتصال 2000 ريال أمس 2000 ريال أمس
انا هذه شهدت عليها بامي عيني 2000 ريال 20 دقيقه من ابراهيم ابو جميل 1500 ريال الحسن العجمي هذه 3500 ريال لا لا مفترض ابو فمين لا 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 فمين يا جماعه لا حول ولا قوه الا بالله نمشي معكم بالهداوات تعوقونا يا كنت يا جماعه اخبار تاج ابراهيم لا حد يجي الا اللي احنا طلبناه احنا طلبنا عايض فتقديرا للزميل تمام عايض جبناه عشان يتكلم في اعتراضه على هذا المحور ابو عبد الله الزهراني ايضا عرفت يعني امس اللي شفناه امس عبد الله الزهراني ثلاثه انا اللي شفته 3500 يا اخي انا اجزم لو حسبت مداخيل الكابينه بالطريقه الصحيحه اللي انا سمعتها ان سواء من الكابينه او من جوالات المتسابقين والله انها ثلاثة اضعاف الى ضعفين المطعم نعم. من ضعفين الى ثلاثة اضعاف ليه ما يسوينها كذا ليه ما يسوينها هو الاصل قانون قانون النظام انه على الهواء الظهر ب 100 دقيقه ب 100 وتحت الهواء 200 سبيكر زي كذا واذا سبيكر صفر ليه ما تكلم هذه سبيكر ب 50 دقيقه كيف يقول صفر مكعب لك تقول شكرا لك علي صل على النبي يا الله على هو صدع صل على النبي سبيكر ب50 بدون سبيكر ب100 جوال الدقيقه ب100 عرفت امس العجمي خذ 15 دقيقه وابراهيم ابو فمين 20 دقيقه يعني انت تتكلم عن 3500 البارحه هذا اللي شفته تمام طبعا في للمتسابقين عايض بس ببلغ عشان للمتسابقين عشان لأي امر يصير في البرنامج تقدر تدخل في الكوفي شروم وتعترض او تتكلم مقابل 100 ريال رصيد تفضل عشان اختم معك تفضل عايض ابو موسى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم اولا انا اللي اعرف عايض بن عبد الله ايه بالنسبه للبطاقه انا ما انا ما نقص من رصيدي شيء إيه؟ عرفت لكن هي مميزات مميزات وحق ثقه تامه اي شيء ينفع زميلي في هذه النسخه لو على حسابي انا ما عندي اشكال جميل هذه النقطه الاولى واضحه النقطه الثانيه اما بالنسبه للبطائق الى الان حتى لو اخذت البطاقه الذهبيه ما في شيء ما في يعني حاجه بينه ايش استعمل البطاقه فيه صح ولا لا اليوم ما شرح لكم اللي ياخذ ثلاث بطاقه وش المميزات اللي ياخذها ياخذ 48 ساعه لو سمحت عايض وقف فلوس الان هو قال انه اي شيء ينفع زميلي لو على حسابي انا راضي به خلاص تفضل لا تعترض نفع ابراهيم قول لا اله الا الله صل على رسول الله انتهى النقاش هو يقول هو أي حاجة تنفع زميلي لو على حسابي أنا راضي فهد أنت في إبراهيم وفمين على حسابك طيب ليش تعترض أنا أعلم لك صلى على رسول الله قول لا لا أنا أنت تقول ليش ما اعترضت في الفقرة إيه؟ عرفت صحيح أنا أخاف يعني إنها تؤول إني ما أبغى الجميل الخير يا أخي الخير ما له دخل أنا أعلم الحين لو قال لو قال على الغامدي وخذ ثوبي اللي على ظهري خليه يروح فهد 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 قول لا إله إلا الله فهد صلى على رسول الله ما يجي أنت الآن خليني أعلم لك الآن شوف اسمع وجهة النظر اسمع وجهة النظر الآن أنت قلت هل الآلية عادلة؟ قلت لا لكن هل ممكن هل أنت راضي؟ عرفت أنت راضي بالآلية؟ لا لكن لا. راضي البوفمين يعني بالبطاقة يعني ما عندك مشكلة راضي البوفمين بالبطاقة ما عندك لكن مشكلة بالآلية بشكل طيب عام طيب سؤال سؤال أخير هذه سواليف أيوه وتفريط هذا والله إنه عين التفريط إنه يجي متسابق طال عمرك يشكي من الدرجات ولا أي لا حد يشكي لا 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 سؤال سؤال عايض أمس سألنا في دحام الآن أنت في البرايم النهائي أنت الأول وقالوا لك يا جماعة أنت الأول قال لك والله المقدم عايض معليش بناخذ اتصال ويمكن الجائزة الأول تروح للثاني بتقول تنفع فيها خويي عادي ما ولا بتعترض انت انت في الحفل الختامي دقيقة انت الان في الحفل الختامي اشرح له بشرح له انت الان في الحفل الختامي انت الاول جاء المقدم وقال والله منا معطينك الاول بنعطيها زميلك ينتفع بها تقبل ولا لا صل على رسول الله اللهم صل وسلم عليه احنا الان في وسط ماراثون وسط سباق طب حلو معناته التتويج النهائي ما علينا منه لا 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 عليك احنا نتكلم الان باقي ورانا 40 يوم هذا يمكن واحد يعوض هذا يلحق هذا يا ربع ففي النهايه اذا صار ميزه لك او شيء تبي تعترض عنه اعترض عنه في الفقره هل الاعتراض هل الاعتراض يا ابو موسى ايه؟ في الفقرات ايه؟ بيكون له رد اعتبار كويس ما في النهايه في اداره لا لان شوف جميع الاعتراضات غير كفش الروم عرفت ابو عبد الله ما ياخذ بها الاعتبار لا لا بالرياليتي او بأحد الامور لو كان اعتراضك في محل الجمهور والمقدمين والنقاد يقفون معك نعم. اذا كان فعلا اعتراضك على حق حقيقه لكن بعض المتسابقين يعترض لاجل اعتراض انت لو اعترضت اليوم على الركان كان فعلا اخذ بعين الاعتبار واعتراضك صحيح عبد الله الزهراني لو اعترض فعلا يعني عبد الله الزهراني احلف بالله انه ما يدري ان عنده مكالمات
قرابة الأربع آلاف ريال رصيدية. حنا ندور حد. أبو دخيل الله في حاجة. أضف على ذلك إني أنا أحيان أبدي رفضي لأن ما يبراضي يعني الآن حصل علي ظل مثل هذا. أنا لو بس يا جماعة الخير أنا ماني بساكت حنا لا تسكت عن الظل جاك ما جاك أهم شيء إني ما أسكت في النهاية طالب بس لا أسكت صحيح. أبو محمد وراهم طالب. دقيقة بعطيك دقيقة عايض. هذا أبو محمد. كلام عايض واضح بس يعني هو المشكلة بالنقطة الثانية. اللي هي هو شرح على نقطتين. إيه؟ كلا نعترض على الآلية ولكن ما اعترض على أن أبو فمين خلاها يعني. هو يعترض على الآلية كيف الممنهجة من لا يوم 51 إيه؟ لليوم ليش تغيرت الآلية؟ عنده اعتراض خذاها أبو فمين ما عندي اعتراض. صعب اللي خذاها شو يسوي بعد صح مو صح قول عادي عشان ختم هذه طردية يا محمد ايش شنو أنا علاقة طردية علاقة طردية إذا كنت تعترض لا 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 اسمح لي كلامك إذا كنت يا أبو أنا إذا كنت تعترض أنا على خطين على أبو فمين على نقطتين نقطتين اسمعني الله يخليك أنا كنت أعترض على الآلية بالتالي اعتراضي أن أبو فمين ما أخذها خذاها أبو فمين خذاها أبو فمين على الآلية المعترض فيها يعني انا اعترض على ان خذها ابو فمين لا مو على لا ما يعترض على ما اعتراضي واحد يا محمد اعتراضي واحد حلو وش اعتراضك هو لو انا مو لو انا ما تكلم الكلمه الاخيره قال لو من حلالي كان اعتراضك من اساسه ما له داعي يعني هي من حلال من حلال هو يقول لو من حلال هل عندي اشكاليه على الكلمه هو يقصد هل خصم من درجات شيء هي ما خصم شيء هي مميزات يا بهاء حلو حلو لكن درجات انا طيب الخلاصه عايض يقولون لك الزملاء عشان يوصلونها لك اذا انت مو زعلان ان ابو فمين خذاها ليش الطالب فيها الطالب في الاليه فقط حلو من اول لكن كان رهيب انا والله اني فرحان له بالمميزات لكن كالاليه لا فقط طيب عادي طيب في حاجه ثانيه بس موسى قول بشكل سريع في حاجه ثانيه ارى ان مشروع الكابينه مشروع يعني مخسر للشباب ليش خاسر ايه ليش خاسر يعني ما شوف عبد الرزاق اليوم صفر ريال يعني. ليش خاسر في مكالمات صارت ولا ما في مكالمات صارت انا عني انا والله ما ادري لكن اشوف انه مخسر للشباب اذا انت ما تدري لا تتكلم زي ما تدري عنه انا اشوف انا اي انت تشوف زي عبد الله اليوم ايه؟ خلص صفر ريال ليش واضح انه ايش ليت الدفاع اللي دافع عن عبد الله كان في دفاعك في فقره راكان على البطاقه الذهبيه يعطيك العافيه عايض ماجد الله يسلمك ماجد مساكم الله بالخير عليكم السلام ماجد مشكلتك في ال 5000 اللي خصمت منك وشو خمسه وشي لا ما ابو مو نادر روحت لي تفضل انا عندي اعتراض على فقره الاستاذ ابراهيم المعيدي ما علمني رصيدي في المطعم كم ما علمك الرصيد اللي ثلاثة اسابيع ما ادري كم ارباحي من المطعم خلاص بنسال رصيدك ونبلغك فيها ها؟ يوم اخذت المطعم اللي ثلاثة اسابيع عصير إيه؟ انت اخذت المطعم قبل ثلاثة اسابيع نعم ولا بلغ كم رصيدك لا جيت الاسبوع راح قال ابشر بلاغ جيت الاسبوع هذا قال ابشر بلاغ غدا حلقه غدا اول محور نعلن رصيد مارد نادر بيض الله انت احنا عندنا كل شيء تمام والله لو بيض الله ابشر يعطيك العافيه اقسموا 100 خلاص توكل على ماجد وعايد لا تبلغون زملائكم اي امر او اي اعتراض تقدر تدخل كوفيش الروم ب 100 ريال تقدر تطالب هذه المطالبه واللي راح تصل للاداره وراح تصل للمقدمين والمعنيين فيها في موضوع ودي نتكلم فيه فيما يخص المتسابقين اللي طلعوا برايم طبعا عندنا متسابقين طلعوا برايم عندنا متسابق مستبعد في فكرة تدور عند الإدارة نتشارك فيها ونتشارك فيها مع الجمهور العزيز وشاركونا فيها عبر هاشتاج البرنامج إن فكرة تكون الأولى من نوعها والفكرة تكون هي برايم العودة في برايم الخروج وفي برايم العودة راح يعني يكون فيه المتسابقين اللي طلعوا برايم ينزل تصويت من الأشخاص اللي يكونون موجودين في البرايم الستة ويتم إجراء البرايم كالعادة ولكن بدل أنه ما يكون خروج يكون برايم عودة شوف أنا بالنسبة لي إذا الفكرة بمجملها أنه برايم عودة بيقوم أو بيقوم برايم زي أي برايم خروج زي أي برايم خروج كامل القواعد بالضبط أنه في تصويت مادي في أسئلة في مقدم في 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 كل شيء والستة موجودين برايم حقيقي برايم خروج هو هذا برايم عوده يجون بشناطهم ويفوز يدخل إيه؟ يعني بيجون بسته بشناطهم وبيرجع واحد منهم كم مره بيصير البرايم انا بالنسبه لي ارى ان هذه الفكره جدا رائعه جدا رائعه جدا ممتازه بالنسبه لي كم مره بيصير هذا البرايم كم مره بيصير هذا البرايم مره هو برايم العوده ما ندري انا اعترض والله ليش اعتراضك سلفا لانك تتيح الان للخارج الذي لا يستحق العوده فرصه اخرى لا يستحق كلهم لا يستحقون العودة أنا أقول لي ليش ليش أنا الآن متسابق موجود داخل المنافسة الحالية ممتاز
أنا أفرح إذا أقصي واحد من هذه المنافسة. صحيح. عشان كل ما أقصي واحد كل ما تحددت يعني أو تباينت المراكز وكل ما قل التنافس وكل ما قل الجهد. تزيد ترجعه. لو دريت أنا كان خذيت فترة نقاهة طلعت ورجعت. هل أنا يهمني مصلحتك؟ لا. يهمني مصلحة البرنامج. فعودة السابق من برا بالنسبة لي العودة هذه وفكرتها جدا جميلة. أولا بيكونوا راجعين بقوة والجميع يعني متحمس للعودة. جميل. لا دحام عفوا لا حماد لا مصعب لا هدلان لا دغاش لا 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 الجميع. دقيقة فيصل مستبعد احنا نتكلم عن الناس اللي يطلعوا فيصل براي. دقيقة هل فيصل سيتم النظر لا في موضوع فيصل ودغش في موضوع دغش طاب من فوق السور هل بيحسبوا المباحث نظر مثال مو بمعنى خلاص لا فيصل ولا دغش لا فيصل ولا دغش نتكلم عن البقية باقية حمد مصعب خالد الحجري فيصل بن عويد كل هذول ترى متحمسين للعودة وكلهم يبغون العودة للبرنامج أنا بالنسبة لي أرى أنها فكرة جديدة ما قد سارت أرى أن فيها تجديد لروح المنافسة الشباب يتحمسون أكثر لعودة منافس جديد عودة متسابق جديد لكن الآلية اللي ودي استفسر عنها اللي هي وش الرصيد اللي بيرجع فيه هل كان بيرجع برصيده الحالي اللي وقف عليه أول ما طلع بالبرايم ولا بيتدبل بحيث أن هذه التفاصيل هذه التفاصيل تعرض في حال تم تطبيق الفكرة محمد وش رأيك في هذه الفكرة أن يكون في برايم مثل ما قال يعني الحين هدلان وفيصل من هدلان ودغش هذا مستبعد وهذاك نازل عليه قرارات يعني المتابعين يطلعوا في البرايم ليش أنا أحط له فرصتين يعني فرصة يطلع مستانس خذال أسبوعين وبر القرية وبعدين يرد يكمل المسابقة ما أحس في شيء أحس في وش تحس بالضبط هل ترى أن كل المتسابقين اللي خرجوا ولا يستحقون واحد منهم العودة للمنافسة من جديد يرد عودة المنافسة ليش أعطيه فرصتين في المنافسة خلاص تشوف ليش أعطيه فرصتين خلاص طلع الفرصة الأولى راحت عليك خلاص شكرا أوكي أنا هذه الفرصة هذه الفرصة بين فرصة بيده يمتلكها أنت تدخل في منافسة حقيقية تدخل في برايم أنت محمد عيل أوريدي طالع من برايم أنا وأنت محمد وتركي وفهد راجعين الآن إحنا في البرايم معنا شناطنا ما ندري مين بيرجع أسئلة نهاء وفعليا علمك شغلة البرايم الحقيقي اللي بتطبق فيه خصومات 600 و300 في الجولة الثانية حقيقة ليه لأن الواحد بحفر وادفر لك يا حبيبي ليش لأن أبغى أرجع أنا إذا كان فهد معيانة على رصيد أبروح أهبد برصيدة تحت بجاوب على الأسئلة وبسعى أني أجاوب عليه فعليا عشان أخصم عليه وأنزل من المنافسة وصير من الأول ففعليا آلية البرايم بتطبق 100% موضوع إتاحة الفرصة الثانية اللي طلعوا الإخوان اللي طلعوا أنا أشوف أن أحق الناس اللي ممكن يحددونها المتسابقين اللي داخل المتسابقين نفسهم أنقالوا لا أن قالوا لا ما بيقولوا لا لا بيقولون تتوقع في ناس بيقولون ولا لا انقل ها انقل الآن خذ استطلاع سريع استطلاع سريع خمسة المتسابقين لا بيقولون إيه ثم من بعد أسبوعين أتحداك لا بيقولون إيه عطنا سر المتسابقين هو ما فيهم صامل يقول لا أنت لما تدخل تدش في الشيء هذا ويوضع لهم المتسابقين اللي داخل من قرار من الإدارة ومن كلام اليوم ومن كلام يعني الجمهور يتكلم يقول ليش ليش تحت لهم هل تؤيدون عودة المتسابقين نواف السند يقول لا بقية المتسابقين سلطان الصباح يقول لا سلطان لا يا ابن الحلال بيقولون ايه وبعد اسبوعين عطني السر تركي بيقولون ايه وبعد اسبوعين لا 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 في ناس يقولون بيندمون اللي يقولون لا وشو الغير متحرك لان عارف ان رجع حمد ان رجع مصعب ان احتمال رجع دغش ان قررت اداره احتماليه رجوع دغش او احتماليه رجوع فيصل هذا نواف نجم الشهر هو اللي يقول له احنا ما ندري دقيقه هدلان ودغش احنا ما ندري ففي بعض الناس ترى يخوفهم رجوع فيصل هدلان ودغش في بعض الناس يخوف رجوع حمد في بعض الناس يخوف رجوع مالك ابو لبن فمن الطبيعي بعضهم يشوف طب خشوف المتسابقين اللي موجودين يبينا ناخذهم واحد واحد ابراهيم ابو فمين ابراهيم ابو فمين ابراهيم فمين بيشرك ابو فمين تاكل كاميرا أبو فمين أنت مع أو ضد عودة المتسابقين؟ عودة واحد من المتسابقين. عودة متسابق واحد. هذه يأخذ. مع أو ضد؟ مع أو ضد؟ والله أن أخويانا عزاز وغالي علينا لكني ضد ذلك. تمام شكرا يقول أنا ضد دائما. أبو فمين. دحام 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 موجود؟ إيه موجود. دحام مع أو ضد عودة واحد من المتسابقين؟ والله إني بيني وبين فيها سلبي. بيني وبين تمام متى ما صار في رأي صامل بلغنا تمام قرب عند أي أحد من المتسابقين. عبد الله الزهراء يعدل شماغه عبد الله لبه مع او ضد عوده واحد من المتسابقين
والله زي ما قال دحان فيها وفيها والله ما ادري. حلو كويس، باللي عنده راي يا جماعه يرفع يده. ليش فيها وفيها؟ عطني بندر. على حسب من بيرجع. ليش ضد؟ على حسب من بيرجع. يا اسكت شوي. حسب من بيرجع، بيرجع صح. حمد ولا بيرجع فيصل عدل؟ لا ولا بيرجع فهد معين ولا ما تقول. ليش ضد يا بندر؟ لا لا انا ضد هذا الاقتراح صراحه. ليش؟ لان احنا في القريه طول العمر تو تاقلمنا وتو عشنا وبدا الحين التنافس الصحيح. ليش ما كنا ضد مشاركتك؟ ليه؟ وانت طلعت من ماراثون ورجعت تشارك قبل الحلم عشان تهز رصيدك، ليش ما اعترضنا؟ يا هذا برنامج هذه نفسها، ليش اخذت فرصه ثانيه؟ ليش انت نعم اعطاء زميلك فرصه ثانيه؟ انت اخذت فرصتين زيه. يا انت ايش تقبل؟ ايش تقبل من الاساس يا اخي؟ بندر انا ما قبلت. انت تقول انا ما قبلت. اسمع من بندر دقيقه، انت تقول انا كيف اشوف في قطو هنا؟ لا حول ولا قوه الا بسم الله عليك. ايش هذا؟ تكهرب. خنس حتى القطو يرجع عندنا القطو وشراقنا بس تروح سام. بندر اعطوني بندر. بندر سام لبيه. الان انت تقول الان تاقلمنا، الان بدات المنافسه الحقيقيه. نعم وقبل انت وصلنا اساسيه البرنامج انه يرجع قبل انتهاء البرنامج ب 20 يوم. طب حلو، ليش المنافسه؟ ليش الان بدات المنافسه وقبل ما كان في منافسه؟ في منافسه لكن العدد قوي وفيها يعني. اللي بعد اللي بعد. ليش مو بالاسبوع اللي راح مثلا؟ ها ليش مو بالاسبوع اللي راح؟ ليش هذا الاسبوع بدات المنافسه؟ فكره جديده. فكره جديده. مو في انا انت اعطيتني معه. مو في احد عنده راي؟ مين متسابق؟ مين انت؟ انا عندي طبعا. صقر عطنا صقر. صقر ممنوع من دخولكم في الشروم. متسابق ثاني مساعد. انا يا ابو موسى اول شيء السلام عليكم ورحمه الله. ثانيا انا مع ان المنافسه ترجع. ايه ان يعني السته تسوون لهم اللي طلعوا، تسوون لهم برايم واحد يرجع. طب مساعد بحكم معرفتي فيك انت خالفت الراي من اجل المخالفه بس عشان تكون في الصوره. ايش المخالفه؟ مساعد يعني هو يحاول انه يستذكي يكوذ يعني. والله يا ابو موسى ترقي ترقي. انا داوس عند احد. والله يا احد ما عرفنا لك. طيب انت تدخل في ليش؟ وانقلوا اسم الله. ايوه خلاص. لا 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 ترجع المنافسه. لا تحلف. الله يوفقهم لا ترجع المنافسه. قول اسمع عظم اسم الله ولا تحلف. يا ترقي ترقي. طيب اسمع قول لا اله الا الله. اسمع انا. قول لا اله الا الله. لا تحلف. قول لا اله الا الله. جلست انا قبل شوي مع راح صوت مساعد. اعطيني صوت مساعد. جلست انا قبل شوي مع دحام وقلت يا دحام والله نود ان المنافسه ترجع وتمانينا انا وياه، ولكن انا 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 لا دحام ما له دخل، انا ما ابغى احد يرجع خلاص. راح ادري. طيب لا لا والله عطونا بعد نواف السند ونواف مساعد. قول لا فعشان يكون يعني. طيب اعطونا راي سلطان الصباح ونواف السند. الموضوع جدي يعني. هذا قال صعب. شو تفضل تفضل مساعد. الو لا سلطان. لا سلطان سلطان. ابو دخيل الله انت بي احد يرجع؟ ايش عليك من رايي؟ لا انت رايك ما عليك من رايي. صل على رسول الله. بدايه ما عليك من رايي. بدايه لا لا اخويانا كلهم اللي طلعوا سواء اللي مستبعد او اللي طالع كلهم على عينك كلهم على العين وعلى الراس. اللي يبونه يبشرون بنا. خلي اخلص كلامي. بتهزر بتاخذ الكلام من فمي يا ولدي. انا ندري الديباجي هذه كلكم تقولونها. انا ما اقول سلطان. ما سلطان سؤال كان واضح. مع او ضد الحين الديباجي هذا بس بقول شيء. مع او ضد؟ أنا ضد. ضد تمام يعطيك العافية. نواف السند. نواف السند. أنا أوصي سلطان الصباح إنه يتسنى في الليل. نواف نواف موجود؟ أعطونا صوت نواف. صوت ما في صوت؟ المايك طافي؟ ينقلع نواف خلاص. لا طافي. اللي بعده نروح شغال. نواف المكان اللي بعده. ضد؟ أنا ضد أتفق مع كلام فهد معيا. تمام ليش؟ شكرا. ليش ضد؟ بعرف بس. ليش؟ محمد عارم يسألك نواف. يهمني يهمني رأي نواف. ليش؟ ليش ضد؟ إذا على كلام علي كان أنا طلعت روح رجعت لدوامي وأنا ما أخذ إجازة وتعبان ومسوي الأشياء هذه كلها. في الأخير رجع واحد بعد شهرين يكمل معي ونافس. نعم شكرا. سمعت هذه الإجابة يعطيك العافية. ممكن سؤال تركي؟ شكرا. طلب أخير. طلب أخير وش لوكيشن ثاني؟ خلاص طلب أخير ممكن. أوه ما شاء الله تبارك الرحمن. أترضوني معنا بعد. أيوه أيوه غير. لا لا ذولي نصفهم أراهم غير مهمة. غير مهمة أراهم. من هذولي؟ من هذولي؟ حسين لعبان. حسين لعبان ما نبغى رايه. ما نبيه. حسين لعبان ما نبي. ما نبي رايك. ما نبي رايك. ما نبي رايك. ليش ما تبي رايك؟ ما نبي رايك. اللي بعد ما فهمين ما نبغى رايه. من بعد عطني تركي مشبب. هو تركي مشبب الوحيد اللي ممكن يعني. ها اي تركي تركي متعب. لا فيصل نياب دقيقه. حسين هذول كلهم ما تبغى رايهم. متعب. انا شوف متعب زايف فيصل نياب حسين لعبه وجودهم زي عدمهم في البرنامج. تركي مشبب بس يهمني يهمني يهمني. ابو مشبب تفضل. ابو مشبب بطاقتي برونزيه عينتوها. اسمع اسمع اتفاهم معك الحين. انا اطلع لك مركب شروق. ها اسمعني تفضل. تركي مشبب انا ضد. ليش؟
انا ماسك رصيدي ومحافظ على امحق رصيدي وحال تواصل يوم 31 اخر واحد. دقيقه الى الله بالاسبوع انت الفين قطت الصراحه ابو دخل الله اسمع اسمع ترى رصيدي اصلا انا مظلوم في الرصيد ليش؟ لاني انا الاسبوع اللي راح كنت اخر واحد ومعي متجري خليت جميل عطني فيصل نياف انتم هنا متجمعين نصهم المسروقين يا حبيبي احتاجني فيصل نياف نصهم المسروقين اليوم في الايداع نصهم المسروقين اليوم فيصل نياف ما ندري من سرقنا فيصل نياف والله مو رايهم مهم فيصل نياف ضد عطني فيصل نياف دقيقه يا جماعه دقيقه الله يرضى لي عليك فيصل نياف وفيصل نياف مزعج بالله العظيم السلام عليكم فيصل وعليكم السلام انت مع او ضد وايرلس مع او ضد؟ اي مع او ضد عودة واحد من المتسابقين؟ مع لكن بشرط يا ابو فهد. مع لكن بشرط، وش الشرط؟ يرجعون فيصل ودغش في البرايم. فيصل ودغش؟ نعم. يرجعون؟ في البرايم، يرجعون في البرايم على المنافس. طيب تواجد اكمل بس الله يرحم لي والدك، ممكن بس بكمل. دقيقة، رجوع فيصل ودغش تشوف انه ممكن يأثر على جماهيريتك اللي يتكلم فيها خالد حامد؟ والله الجماهيرية أنا داخل البرنامج أبحث عن الجماهيرية وش أبحث عنها؟ وش تبحث عنه؟ إيه؟ ليش زعلت من كلام خالد حامد؟ وش قال لك؟ وش اللي اثر عليك وزعلك؟ ما له داعي الكلام. وش قال لك خالد حامد؟ ما قال لك شيء من يقول انتم بلا جماهيريه. يقول انتم كلكم؟ لا، قصده انا وصقر. انت وصقر؟ إيه؟ قال لك انت وصقر ما لكم جماهيريه. إيه؟ صقر يقول ما قال اهلي. ايه يشر منك. طيب بناء على التصويت اللي صار طيب في المطبخ اكمل بس. انا ما اتكلم. طيب قفل كفش الرمان ما نبغى احد يتكلم مع السلامه لا لا قفل لا لا قفل قفل لا لا قفل لا لا منا براجعين صدقني منا براجعين لا 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 منا براجعين 51 يوم ما عنده يعني هو ما يفهم ان انا قاعد اكلم واحد انا بتكلم منا في حرج بن قاسم صح ولا لا انا اعتذر انا اعتذر عنه بفهد انا اعتذر عنه بفهد لا لا منا ماخذينه منا براجعين سمى يا فهد انا قد قلت خلينا ناخذ سنه يا فكم جرو خل المحترم يجيبكم جرو حلو يعني انت تشوف ان المصدر هذا يستحق الحديث نعم هذه ازمه بضرك ارجع وين الازمه طب كف وين الازمه اللي موجوده عندنا هنا هذه الازمه اليوم واليوم مش طبيعي لازم احد يجي طيب مش طبيعي فيصل نياف يا ريت يكون معنا في الكوفيشن روم بناء على طلبك بعد بنعلق الطلبه ترى فيصل نياف ميزته حاجه واحده حسن العجمي فرصه سعيده نبي فيصل فيصل نياف تعال ترى اعطانا راي جديد فيصل نياف تعال في الكوفيشن روم قال لا مع لا مع فيصل موجود ايش قال نبي فيصل ابغى فيصل ودغش يعني هو الوحيد اللي قلبه على اخويا الجميع لا يحب فيصل ودغش عشان يزيد الجماهيريه ها تتوقع انه سواها صياد بنياف صياد يعني من تكركت فيصل تقريبا صياد جميل فيصل السلام عليكم ذكي تونا مسلمين عليك وسلام مره ثانيه لان يعني تفارقنا وعودنا نرجع من جديد جمعنا فهد فهد سؤالك لفيصل هل الحقيقه استاذ فيصل تغضب لا. لا الرجل خالد حامد اليوم قال لك التصويت 900 صوت انت اخذت منها 30% يعني ما يعادل 200 وحاجه صح ولا لا فيصل وصقر مع بعض ليه زعلت ما زعلت الا زعلت من خالد حامد يقول خالد حامد يقول انتم بلا جماهيريه هذا هذا كلام هذه الارقام ها الارقام تتحدث طيب الارقام يا اخي في اختلاف اوقات في اختلاف جماهير في اختلاف اراء إيه؟ طيب هو كلامه إيه؟ هو كلامه تخيل شخص واحد حسين العبان واحد عنده 700 صوت انتوا اثنين عندكم 200 صوت طيب حسين العبان يستاهل 700 صوت جابها بيده ما حد رد طيب دام اختلاف الاوقات زي ما ذكرت ليش اختلاف الاعتراض وكانت الدراما عبر طريق السناب شات بعد لا 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 مغيب الشمس لا 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 ما كانت نفس الفقره ليش ما ردت عليه ولا جاء فلاش باك كذا الاعتراض الاعتراض كان في نفس البث اذا لا لا لا, لا, لا كان اعتراضك كان اعتراضك الابرز ووقوفك على الجدار ووضع وضعيه الحزين في السناب وليس على القناه اول شيء السناب في السناب اول شيء السناب كنت اكلم حسن العجمي ما كنت ادري وكان موجود كان ما كنت ادري عن السمره ما انت تدري كلامك تصور ابو سمره دور على وجهك انت يا اخي ابو سمره صور كذا خذ المقطع خذ المقطع شوف المقطع شوف المقطع يلا اعطنا المقطع مندس ابو سمره بس مو بادمي انا ما علي من التصويت انا اتكلم عن التعليقات انا ما ادري عن التعليقات احنا شفنا التصويت كان خالد حامد انتم بلا جمله كذا اوف لحظه ايش ترى هذا تصريح انا قاعد اصور ايش قاعد تقول؟ شوف هذا شيء صار على البث يعني ما يحتاج اقول لك لا تصور شيء صار على البث يعني واضح للجمهور طيب قال خالد حامد ان ما معكم جماهيريه شو اسوي لكم انا؟ لان التصويت كان تقريبا 200 انا
انا انا انا انا ما كنت ما كنت ما كنت ادري انك تصور. كنت احسبك ورا الكنب. تعال تعال خلني استعطف. تعال صح صح تعال حط راسك على الجدار. يا سيدي الفاضل خالد حامد ذكر ارقام الارقام حقيقه مره حقيقه مره. ليش تزعل الحين؟ ابو سمره قال برر لي قال لي انا قاعد اصور. وش معناته؟ جاوبني خلي من ابو سمره. لا تجيب مقطع وتقول جاوبني وخلي ابو سمره. لا حامد. انا برر لك المقطع. خالد حامد ذكر لك حقيقه مره. حلو. لماذا تغضب من الحقيقه؟ هل غضب. تريد ان يجعل يعني خالد حامد يعيشك في الوهم؟ ما غضبت انا. الا ما غضبت. تقول خالد حامد الجماهير. قلت وين الجماهير؟ الجماهير في المشمش. خلاص ما في جماهير. جماهير الزمن طاف الطيب ارزاقها. خلاص توزعت الطرطه. ما يحتاج. طيب بس كنت استعطف ابو سمره قال انا قاعد اصور يبرر. انت قلت سرع نبي. انت قلت ما دامك تصور يا ابو سمره تعال افضفض لك. قلت ما دامك تصور. ايه ايوه انت دقيقه. والله ما قلتها. طيب طيب بدون يعني عشان ما نحلف ما قلتها ابدا بلا ما قلتها. ابو سمره كان يصورك وواضح انك انت جاوبت بهذا الشكل وعبرت استيائك وقلت انا تكلمت في البيت وتكلمت في السناب عن هذا الشيء. هل خالد حامد زعلك ضايقك جرحك؟ ايش سوى؟ وش سوى؟ ما كلها ضايقك زعلك؟ ما هو باسلوب مقدم. ما هو باسلوب مقدم. لا لا تصعيد. لا 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 تصعيد. تعتقد بانك وصلت المرحله اللي انت تقيم المقدم خالد حامد؟ أنا اللي له سنوات في الاعلام ما تشوف انها اسقاطه في حقه؟ اسمعني اسمعني انا ما قيمت وفاتح كوفي شوب. لكن هذا اسلوب ما هو باسلوب مقدم واعلامي انك تجي شخص وتقول تراك عديم جماهيريه. يا اخي ليش ما اعترفت على الهواء 50 60 يوم؟ ليش ما اعترفت؟ سلام يا اخي. يا طيب طيب اسمع من محمد. اسمع من محمد دقيقه. كلامه يعني انا صار عن 50 يوم واجي اقوم على فقره اروح اطبخ ما ادري ايش اطبخ. ايه بعدين يجيني واحد يقول انت ما عندك جماهيري. مو واحد. هو كان هو دقيقه يا جماعه الله يرحم لي والديكم. دقيقه مش حط في الشاي اذا شاي بخار. دقيقه حول ولا قوه الا بالله. لا تشرب الشاي كرك. مو شاي شاي كرك. انا زيك شارب كرك اليوم هادي مروق. هو تعبان والله نمت ليش. كلامه كلام خالد حامد علي رئيس رابطه جماهير ابو حامد. طب يا اخي هو رأي انا قدمت رأي خشيبي. خلاص انت ما تصويت ما مبروك فاز حسين العباد. هل تابعت المقطع؟ تابعت. نعم تابعت المقطع. ايش صار في المقطع؟ ما حتى بعد التصويت مو 900. صلي على نبيك. مو 900 لا اله الا الله. 300 وشيء. المقطع كان والاسلوب كان طقطقه فكان يضحك خالد حامد وكان صقر حتى لف يا جماهيرنا الكرام لف على الكاميرا وكان واضح اسلوب الطقطق من خالد حامد الجميع. فيصل ما كان متحفظ نوعا ما ثم انفجر بعد جدار. صل على النبي. جدار الحزن. الله يسلمك. تفضل يا استاذ فيصل. لماذا لم تعترض امامه؟ يا اسكت شوي. لا تبعات 50 يوم صار. تفضل تفضل. 50 يوم صار الرجال. يا ربي يا ربي انت. لا لا دخيلك لا تدي تفضل. الان بداية النقاش كان يتناقش فيصل نياف وخالد حامد صح ولا لا عن مسألة كيف دخلنا السجن وكيف خسرنا صح ولا لا. قام خالد حامد يفصل في هذه المسألة. والله حصلت في الطبخة على كذا وحصلت في التصويت على كذا ومن تقييم الشباب حصلت على كذا. حلوين ولا ما هو بحلوين؟ حلوين حلوين. جاء قال والله حصلت على التصويت 300 30%. كم 30%؟ قال فيصل نياف احنا اثنين اخذنا 30%. كم صوت عندك يا خالد؟ كم جاك صوت؟ كم جاك صوت؟ حد على صار. ايه قال خالد حامد والله جاني في تويتر 900 صوت. قال يعني انا كذا نص. قال يعني انا وصقر 200 صوت وحسن 700 صوت. حتى جلت تشرح لصقر النسبه المئويه وان هذه تشكك في جماهير. قال خالد حامد قال خالد حامد نصا انجلط. والله مش جماهيرية مشكلة له. زعل. أنت اللي سألت يا أخي. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدو لكم تسؤكم. يا أخي الفاضل أقسم بالله لو إن مثلا خلقتك الجميلة هذه معي وعلى صملة في راسي إني أجيب جماهيرية ما حققها واحد في برمجي واقع. تفضل فيصل. اسمع فيصل بلا مقاطعات فضلا لا أمرا. تفضل لأن أبو سمرة أكيد بيحتريك بتطلع بتقول كلام اليوم هم عاد تقوم الحفلة. يلا تفضل. طيب ايش رايك فيني انا ولا خالد حامد الصدق؟ كلكم فيكم خير وبركه. تفضل. ما تغير كلامي لا ينطبق عليك على خالد حامد. كمل 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 والله انك تبغى بنيات. انا ما اشكك في عمري. طيب اسلم. طيب اول شيء ابو دخيل الله قال ليش ما اعترضت على الهواء؟ صحيح. لو شفت الكلام يا ابو دخيل الله عرفت اني اعترضت على الهواء وتكلمت وذكرنا انك اعترضت. كمل بنياف. بنياف سم. صح اقدر اعترض اقول والله مالك حق تخصم علي
ولا بأسوي فوكس عند أبو سمرة، ما يصلح أنه هو أخطأ عليه وشكك في جميع وهذا الشيء وشكك في هذا الجو العام ويؤثر على ثقب الأوزون ويؤثر على القطب المتجمد الجنوبي، فهمت؟ الفوكس والوهج هذا لو أعطى هذا الوهج والزخم الخالد حامد في وسط الفقرة في البث فعلا خالد حامد رد عليه. تفضل يا أبو دخيل الله. لكن يوم طرت أبو سمرة أول شيء النقاش كان بيني وبين حسن، صحيح والله ما دريت انه يصور هو برا، قال تراني اصور اسلم، يعني لو اني داري انه يصور ما تكلمت، قال تراني اصور. تقدر اعلم شغله؟ الزاويه اللي صوركم فيها ابو سمره لا يوجد فيها اي مصدات هوائيه او مصدات يندس وراها، ايضا يقدر يقول والله دخل يندس على بعد يتكلم على بعد 7 متر شايل الجوال كذا، يقدر يقول احذف يا علي، علي يقدر يقول احذف. ليش ما قلت احذف ابو سمره؟ اكتم الصوت. ها ليش ما قلت احذف؟ تفضل فيصل. بتخلونا نتكلم ولا لق 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 لق؟ تفضل. الله يكون في عوننا كله، معليش اخوي فيصل تفضل. اول شيء ابو سمره كان قاعد يسولف معي، ولو تسالون الاعداد علموكم، ابو سمره كان قاعد يتناقش معي، ما كان حسن موجود عندنا. حلو. جاء حسن كلمني في الموضوع، ابو سمره رفع الجوال وصور. ايه؟ وانا وحسن قاعدين نسولف في الموضوع. ايه؟ ما كان له نيه يصور ولا كان نيه يتحدث في الموضوع. ليش ولا كان لك نيه؟ ايه؟ وليش ما تكلمت اذا انت مستاء؟ ما تكلمت مع خالد وقلت هذا ليس بأسلوب إعلامي وهذا الأسلوب غير مهذب إنه يطلع منك، وأنا 51 يوم جالس أتعب في البرنامج، كيف تجي وتلقي التهم جزافة وتقول إنك شخص خالد ما قلت لك تلقي التهم، هو عنده شيء واضح ما ألقى تهم. طب هذا الشيء الواضح. إيه طيب عندي شيء واضح، أنا قلت له، قلت يعني ما هذا ما هو بأسلوب إنك تجي شخص تحطمت 50 يوم يتعب وتارك أهله وتقول ما عندك جماهيرية. وش تقول لخالد حامد من هذا المنبر؟ اقول الله يسلمك ابو حامد وتزورنا بكره في المطعم. لا شوف قول بشكل عام يعني إيه؟ يعطيك العافيه. فيصل نياف دايم إيه؟ اذا كانت فقره المطبخ واحد ضد اثنين إيه؟ ترى الناس بتميل مع الواحد. ايه زين شغال حاله ويطبخ الحال حتى طبخه اليوم صح؟ إيه؟ صح صحيح. الحجاج يعني محمد معناته ان حسين لعبان ليست بجماهيريه حسين لعبان، ولكن تعاطف الجمهور مع حسين فوزه. تركي عندي رساله جماهيريه. بس دقيقه كذا الطريقه يا اخوان، مو بكذا الطريقه. انا اقصد اي سين من الناس لو كان الحاله وتجيب ضده جاستن بيبر ومايكل جاكسون، الناس يعني بتميل بتصوت حق اللي الحاله. لا غير صحيح. لا الجماهيريه يروحون مع جاستن بيبر ومايكل جاكسون. لا لان الحاله مسكين، الناس يشوفونه يطحن طحن في المطبخ وما ذلك قاعدين بردين، كل واحد يقول لك بشوف انها منطقيه اليوم. وكلام خالد وش تقول لخالد حامد؟ لا خالد حامد مو موجود. يعني عشان كذا انت جالس لحالك وخلينا احنا اثنين هنا عشان الناس يقولون صح. تعال بد نرجع الموضوع خالد حامد. عندي رسالة. وضع النقاط على الحروف. أيوة. ولمس الجرح الذي آلم جميع المتسابقين ووضع الليمون على الجرح. ليه؟ ليش تحدون بخصوص آراء الناس في مخصوص الرجاء؟ عندي كلام. عندي رسالة من أحد الشيفس. والله رسالة. رسالة من أحد الشيفس. تفضل فهد. تقول الأخت وجدار خالد مسي بالخير ومسي جميع مسؤولين الطبخ بالخير. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى المحترمين المسؤولين عن فقرة المطبخ في برنامج زد رصيدك، أما بعد أطالب بفصل تقييم الشفز عن تقييم المتسابقين وتكوين لجنة تقييم محايدة من خارج المتسابقين، لأن اللي جالس يصير الآن ظلم ومسخرة وإعفاكم. أنا وهي المعنية بالكلام، أنا منافسة على المركز الأول واليوم خرجت من المنافسة عشان التحيزات والتحزبات، وش ذنبي اكون ضحيه صراعات المتسابقين؟ على عينك يا تاجر صار التغشيش وقت التصويت، لا ذمه ولا ضمير. اعوذ بالله. عادي يجي دحام زي اللي سوى مع والله في واحده من المسابقات خسر متسابق. انا طرحت الفكره قبل 4 ايام، افصلوا تقييم الشيف عن ما طرحت. يا جماعه ثلاثه يتكلمون مو واضح كذا، ثلاثه يتكلمون مو واضح. يعود الجمهور وينصفنا كلنا. تمام، طرحت الفكرة هنا وتعرفون من طرحها، قلنا تفصلون تقييم الشيف، يقيم الشيف أحد المعدين المداومين ويكون تقييم منفصل، المتسابقين حيلهم بينهم خلوهم ناب على ناب يقيمون بعض. من اللي يقيم؟ يقيمون بعض زي ما هم، زي نفس التقييم، يستمروا على نفس الآلية، أنه يكون فيه معد أو المقدم ولا يرفع حتى فرقة، بس اللهم يرسل. طيب من يقيم الشيف؟ الشيف نهاية التقييم، يعني مثلا الطبخة الفائزة بالتقييم حق المتسابقين طبخة فان عيان، الطبخة الفائزة بالتقييم الصحيح من المعد طبخة محمد دير وتضاف لها. قبل ما نختم، كان في محور يخص ناصر قماش وحسن العجمي والخصومات اللي صارت عليهم بعد خروجهم من فقرة السجن. فقرة السجن في النهاية هي فقرة رسمية، وخروجك كل ساعة ب1000 ريال رصيدي، وتم
نزول الخصم عليهم أمس. محمد كيف تشوف الخصم اللي تم على المتسابقين؟ غير منطقي. ليش غير منطقي؟ 5500. أنا أقول لك في الساعة تخصم منك 1000. طيب إذا أنت ما حضرت فقرة بكبرها 2000 خصم عليك. فقرة المطبخ والسجن إذا نايم أنت نايم إيه؟ بيتكم نايم بالقرية يعني 2000 خصم. طيب حلو أنت الآن حضرت المطبخ وفي فقرة بشيء بشيء بشيء. أنا أقول كلام منطقي شيء بشيء. حلو أنت إذا ما حضرت فقرة رأسا ومريح راسك ونايم 2000 خصم. تحضر الفقرة وتطبخ وتخسر 250 من خالد حامد يقول كنت ما عندك جمهور ياخذ كفهري كفخك بالسجن بعدين يطلعك يخليك تنظف المطبخ بعدين توديك السجن بعدين تطلع من السجن يخصمون عليك 5000. هل تشوف ان الاداره كانت ظالمه وقاسيه في حق حسن وناصر؟ لا الخصم هذا نهائيا 5500. حتى ابو لبن مخصوم عليه قد انخصم عليه 5000. سلطان الصباح انخصم عليه 5000. عسى ما شاء في هذه الخصومات تهرب من القريه 5000. شوف انا ما مع انا ما مع الفهري ولا مع احد. انا مع انه الخصم اللي طبق ذاك اليوم غير عادل. قل لي ماذا؟ ليش؟ خصم العوده في البرايم ذاك اليوم لما قال اخصم على خياكم عليكم كل واحد 800 ورجعوا خياكم 800 في البرايم وعشان غاب عن فقره ما يتابعها الا الفهري بنفسه يفتح اليوتيوب الحاله في الفقره يخصم عليه 5500. ليه؟ مو منطقي. ليه مو منطقي؟ والبرايم 800 والفهري 5500 ويجي يقول لي والله احنا ما نتابع. انا فعليا ما راح امنع انه متسابق يجيكم في شروط في محمد الفهري نص متسابقين سجنهم. لا في اخر مره طبقت فكره سجن 24 ساعه قبل 6 سنين. جميل. خلاص اسمع تركي لا تسمع له. ليش؟ بس ايش بيقول؟ يمكن عنده فيه كلام منطقي. اتحداك يقول كلام لا منطقي. بيقول كلام منطقي. اتحدى رد عليه بحجه. انا اتحدى يقول كلام منطقي. شنو هذه؟ ايوه شيف. على حسب اللائحه. على حسب اللائحه. على حسب اللائحه صح. على حسب اللائحه يا سيدي يا محترمين صح. خصم الغياب عن الفقره ساعه بكم؟ بكم؟ بألف. بألف. حلو. الاساتذه الكرام غابوا 5 ساعات ونصف عن إيش؟ فقرة مدتها 24 ساعة. ما في شيء اسمه فقرة. إلا. لا ما في شيء. الآن السجن للمتعلم. لازم لازم السجن. الآن اسمعني بعدين قول ما في شيء. فقرة كلام اليوم. اسمعني بس يا أبو. اسمعني الله يخليك. الآن فقرة السجن 24 ساعة للمتسابق الماكث في السجن. أنت ملزم إنك تجلس فيها 24 ساعة. فبناء على ذلك يخصم 1000 ريال مقابل كل ساعة خروج من الفقرة. غابوا 5 ساعات ونص. يعني عندك 5500 دقيقة أبو دعير بس سؤال والله أبي جاوب اصبر يلا دقيقة ما صبرت دقيقة هو غاب دقيقة هو جاوب 5 ساعات. اسمع غاب 5 ساعات صح ولا لا؟ صح. نعم هو غاب عن فقرة ولا غاب عن عقاب؟ هو غاب عن عقاب لا عن فقرة. عن فقرة تبدأ بعد لا عن فقرة بعد ما ينتهي المطبخ وتنتهي بعد ذا العصر عن فقرة. هو غاب عن عقاب. جميل. في اللائحة لا يوجد غيابك عن العقاب عقاب على كيف عقاب الفقرة. جميل جميل جدا. هذه تفاصيل التفاصيل حضرت اليوم بصوت علي الغاب. والله ذكرت تفاصيل انت الحق قل قل تغيب عن الفقرة تغيب عن الفقرة فقرة السجن فقرة المطبخ 2000 يخصمون. انا حضر الفقرة تخصم مني 5000 معناته لازم الفريق يقعد معهم 24 ساعة عشان تتم الفقرة. كم مدة الفقرة؟ يا ما انا قاعد اقول لك تغيب تغيب المطبخ تغيب أجيبني تنام انت جبني اول شيء اجيب ساعتي كم ينخصم عليه غيابه 2000 يعني عن كل ساعه 1000. طيب حلو شكرا هذا بطل نفسه. طيب انا قاعد اقول خلني مناظره نفسي خلني مناظره انا الحين عندي بكره انا مطبخ. ايوه زين ما حضرت فقره خصمت 2000 خلاص صح ولا راح اذا خسرت صح ممكن يدخلون السجن. صح قول لي ليش انا بعلمك كيف. صل على النبي كيف تبني ما برد عليك. ها يلا لان انت الان غبت عن فقره المطبخ راسا. حلو بناء على ذلك انت ما بعدها مع ذهم. طيب يخصم عليك فقره المطبخ ممتاز. لان فقره السجن تابعه لفقره المطبخ. اذا حضرت انت فقره المطبخ صرت ملزم فقره السجن. طيب اذا لم تحضر فقره المطبخ ما صرت غير ملزم فقره السجن. زين حلو فقره المطبخ مدتها ساعتين وخصم عليها 2000 يعني كل ساعه 1000. طيب وقس على ذلك في جميع الاحوال وهذا اللي حصل في السجن. بقول خصم 5500 على اللي نايم. ايه ولا على اللي حضر. لا ولا على اللي حضر. خصم 1000 على كل ساعه غاب فيها المتسابق على الفقره سواء مطبخ. سؤال واضح جاوبني كلام اليوم عيان جاوبني. تفضل. هم غابوا عن الفقره ولا غابوا عن عقاب الفقره؟ عن الفقره. لا الفقرة طيب. حضروها إلى ذا العصر. لا نعم. خلصت. فشلت 24 ساعة يا محترم. ما بعد الفقرة هو عقاب
نتاج الفقرة. أقول لك شيء. العقاب لا يكون أقوى. عندي تصريح. أنا عندي تصريح. تصريحك. يا ليت علي الغامدي عندي اللي في بالي بالك. طيب. شوف محمد. شوف. فقرة. لا لا لا. لا. حلو. وجود المقدم. مقدم. وقت محدد. لوكيشن المقدم. وقت محدد. المتسابقين موجودين. إذا غاب العنصر الرئيسي للفقرة اللي هو المقدم. سقط ركن من أركان. يعطيكم العافية وشكرا لكم، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم في فقرة كلام اليوم. ودائما وأبدا أكيد نذكركم بوقف الرحماء، ساهموا بما تجود بأنفسكم. اليوم انزلت الرواتب، وبإذن الله أنه يكون في مساهمات منكم. الله يعطيكم العافية. خلال الأيام الماضية تصلنا الكثير من التبرعات، سواء كان في الفقرة أو حتى مع فقرة الزميل ناصر الغامدي. يعني كثير منها كانت تصل للمتسابقين، وكثير منها كانت تصل لأهالي المتسابقين، ولكن كان في أشياء لها أثر وقع في داخلي الكثير. الناس اللي تذكر موتاها بالصدقة وتخصهم فيها، تذكر دائما وأبدا أن دعائك وصدقاتك كلها تصل للميت في قبره. شكرا لكم ولمبادراتكم أكيد، ودائما تذكروا أن أجرها عظيم عند الله في الدين والدنيا والآخرة. شكرا لك علي. يعطيك العافية حبيبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. الشق وهو أبسط جزء من التمرة، وهو الآن يمكن لا يعادل ريالات بسيطة. تخيل أنك تضع مبلغ بسيط الآن، نزول راتبك، اللهم لك الحمد، أنت في نعمة وخير وأمن وأمان. وضعت لو ريالات بسيطة عن والدك المتوفي، عن والدتك المريضة، عن صلاح ابنك، عن توفيق ابنك في مدرسته أو جامعته، كل هذه الأشياء نجعلها أسباب لتوفيق حياتنا الأساسية. أذكر الأخ معجب القحطاني لما كان معنا في الاستوديو، لما كان يجي بعض الأحيان تبرعات لوالدته سأل الله يغفر له ويرحمه، كيف يتأثر الرجل ويحس أنه الشيء اللي قدمه والرسالة اللي قدمه في البرنامج شيء عظيم، أنه قدر يأثر على جمهور يتصدق ويتبرع عن والدتي، أسأل الله أن يغفر لها ويرحمها يا حي قيوم. اللهم أمين. يعطيك العافية فهد، شكرا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، سأل الله تعالى أن الله يعيننا وإياكم على فعل الطاعات. نحن في هذه الدنيا خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولنتنافس على دخول الجنة، ومن والله سبحانه وتعالى سهل دخول الجنة لنا بالأعمال الصالحة، ومن أهم تلك الأعمال الصالحة الصدقة، لأنها تقربك عند الله سبحانه وتعالى، تبارك في عمرك وفي مالك وفي أبنائك، وتقي نفسك مصارع السوء. صلى الله تعالى الله يعيننا وإياكم على فعل الطاعات. نعم. يعطيك العافية، شكرا لك محمد. يعطيك الصحة والعافية أبو فهد. يا هلا ومرحبا، نلقاكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة في أمان الله.